من باب الإقليم، ليش ما امتلكت البصرة رجالات أن تذهب والدستور أعطاكم حقية؟ ليش ما رحتوا لإقليم البصرة؟ تعرف منو اللي حاربنا؟ كل القوى السياسية بدون استثناء. عبارة راح تقول جماعتك. لا لا، بدون استثناء حاربونا بال 2008 بدون استثناء. طيب، كل الأحزاب بما فيهم الحزب الشيوعي، بما فيهم أياد علاوي، بما فيهم يعني ما بقى حزب، يمكن كان شوية نهض بهذا حزب الفضيلة وبعدين جمد، والمؤتمر الله يرحمه الدكتور الشلبي رأسا دزلنا برقية تهنئة الله يرحمه برحمته الواسعة، ذهب مظلوما من الشيعة. فأيضا أنا قال أيدكم وأدعوكم إلى أن تسوون إقليم. إحنا لو نصير إقليم وناخذ قرارنا بدينا، أي لا، شنو أربيل بالقياس إلى البصرة؟ إحنا اليوم نفوسنا تقارب 5 ملايين نسمة، وإحنا نعاني من الماي، نعاني من النهران، نعاني من المبازل، نعاني من شحة المياه المالحة، نعاني من الأمراض، نعاني من السرطان، نعاني من كثير من المسائل. لكن هل أن البصرة قاعد تأخذ استحقاقها بهذا الكلام؟ جواب لا. سيطلع واحد يقول لك أنت تريد إقليم وتحلم بالإقليم سعادة القاضي، وتريد أن يكون إقليم بالبصرة، والتميناء الفور صار لك 10 سنوات ما تقدر تمشي. القرار مو يمي، أنا لو يمي هسه قرار وأنا وزير نقل، أيه؟ شوفني شلون أنا بسنة أسوي. يعني شبيهم وزراء النقل؟ وزراء النقل كلهم متواطئين. شنو الغاية من تعطيل ميناء الفاو شنو؟ لا، فتحوا عيون الناس كل هالبلوة، هسه فتحوا كل عيون الناس بالمنطقة. هو كان 2003 أنا استلمت المشروع من شركة هالكور البريطانية، كنت محافظة البصرة، ومن جوزيف حنا الشيخ، واستخدمت وسائل الدستورية والقانونية، وإلا أنا عندي مادة يقول أنه مجلس المحافظة بإمكانه أن يتعاقد مع شركات مو حكومية للاستثمار. طيب، كان بإمكاني أسويها، والله ولو مسويها أنا نادم عليها أنه أنا ما سويتها في ذلك الوقت. فحولت هذا إلى مام جلال كان الله يرحمه رئيس مجلس الحكم، فكتب عليه الأخ وزير النقل لإجراء ما يلزم. كان بهنام المسيحي، ولك يا معود يا بهنام، يا بالله عليك يا معود يا بالله ماكو. اجت حكومة علاوي نفس الشيء، اجت حكومة الجعفري نفس الشيء، اجن حكومتين للمالكي سدوا الباب عليهم وانتهى. رجع هو وهالكرة البريطانية قال الجماعة ما يرجون يبنون ميناء. بهالأثناء الكويت بدأت تتحرك لبناء ميناء مبارك، ويتحداني ذاك اليوم أي؟ هذا اللي طلع وياي بالتلفزيون ويا عايد المناع الكويت، يقول بلغوا وائل عبد اللطيف وعامر عبد الجبار أنه مستحيل ينبني ميناء الفاو الكبير. هاي طبعا تصريح بشكل علني. اي والله. زين ندري الداخل ايش بيه؟ داخلي محافظيكم ايش بيه؟ داخلي اعلاليق ومصالح وزيارات وهدايا. يمكن قاموا يزورون الكويت اكثر ما يزورون البصره لو العماره لو الناصريه. بس معقول الكويت تملك حق النقض على ان تكمل ميناءك ميناء الفاو؟ وما عندهم عندهم مثل حلو عند الكويتيين يقول الفلوس تجيب العروس. وجابت القوى السياسية جابتها. محافظيكم لهم شان من بعدك لحد الآن؟ ما حد يحكي سلبلوة، ما حد يحكي بالمشروع، يعني ولا محافظ قاعد يتكلم بهذا الموضوع. أنا حسب معلوماتي وزير النقل خصص طيارة خاصة حتى يشوفك، يقول لك أنت ما جاي يشوف ميناء الفاو، خلا وديك أشوفك قبل تصير الحادثة. سلامات على رجلك، ليش ما رحت؟ يعني راحوا نواب مستقلين. لا نواب مستقلين اليوم. شوف اسمع دكتور، احنا ايه؟ انا عائلة بصرية عريقة، اهلي كلهم في الموانئ. طيب، وانا اشتغلت 5 سنوات ايضا مشاور قانوني في الموانئ، 76 77 78 79 و80. طيب، فاعرف كل الموانئ واعرف كل الحركة. هذا المكان اللي احنا مفكرين ان نبني به الموانئ اللي هو ميناء الفاو الكبير، هذا مو جديد ترى، هذا قديم. ليش؟ لانه انت عندك خط الحدود البحري، الدولة الوحيدة اللي ما مستخدمته، اللي هو تقريبا يطلع حوالي 62 كيلومتر من راس البيشة الى خور عبد الله.
هذا انت عندك بها 12 ميل يعطونك 12 ميل ويعطونك انه منطقه اقتصاديه اذا بنيت ميناء الفاو الكبير، والا تبقى على 12 ميل.